النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، تحية طيبة لكم. نستعرض معكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية أهم تحديثات المنخفض الجوي الذي متوقع أن يؤثر على المملكة اعتبارا من ساعات بعد الظهر وعصر يوم غدا الثلاثاء. في البداية ندعوكم للاشتراك بقناتنا على اليوتيوب، كذلك حال تفعيل زر الجرس لاستلام آخر التنبيهات الجوية العاجلة أولا بأول. أهم محاور النشرة الجوية الحالية: منخفض جوي جديد يؤثر على المملكة اعتبارا من ساعات بعد الظهر وعصر يوم غد الثلاثاء، يمتد في تأثيراته حتى عطلة نهاية الأسبوع القادمة. هذا المنخفض الجوي مصنف على أنه من الدرجة الثانية، أي منخفض جوي شتوي اعتيادي الطابع. هذا المؤشر للتذكير يمتد من الدرجة الأولى الأضعف نحو الدرجة الخامسة الأشد والاستثنائية. سيتبع هذا المنخفض الجوي بمشيئة الله بحسب قرار المتنبئين الجويين هنا في طقس العرب الدرجة الثانية. هذا المحور الثاني: أمطار غزيرة مترافقة مع تأثير هذا المنخفض الجوي بالذات في شمال ووسط المملكة بمشيئة الله تعالى. كذلك حال برودة كبيرة على الأجواء مقارنة بالحالة الجوية الماضية أو المنخفض العاصف الذي تبع الدرجة الرابعة. تميزات بهذا المنخفض الجوي: سيشمل على برودة كبيرة في الأجواء، لكن أمطاره خاصة بمشيئة الله في المنطقتين الشمالية والوسطى وبكميات طبعا أقل من المنخفض الجوي الماضي. كما تحدثنا في المحور السابق، المحور الأخير طقس غير مستقر مستمر بمشيئة الله حتى يوم السبت القادم، وبالتالي فرص الأمطار مستمرة حتى يوم السبت. أيضا البرودة الكبيرة في الأجواء على غير المعتاد مستمرة حتى السبت. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض آخر صور الأقمار الاصطناعية والتي ترصد حركة السحب من حولنا مباشرة. لدينا هنا في طقس العرب نلاحظ معكم خلو سماء المملكة من أي تواجد للسحب الهامة على النقيض. نلاحظ معكم داخل البحر الأبيض المتوسط تواجد كبير للسحب المنخفضة والممطرات متموضعة داخل الأراضي التركية واليونانية. هذه السحب هي مرافقة لهذا المنخفض الجوي الذي متوقع أن يتحرك ككتلة هوائية باردة من تلك المناطق مباشرة نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، يتخذ من جنوب قبرص مركزا له في البداية، ثم يتحرك هذا المركز نحو لبنان وداخل الأراضي السورية مع ساعات ليل الثلاثاء الأربعاء، حيث تبلغ الفعالية الجوية ذروتها الخاصة بهذا المنخفض الجوي الجديد والذي نشأ بفعل استمرار تواجد مرتفع جوي فوق طبقات الجو كافة في العديد من المناطق الأوروبية لفترة تعتبر بالقياسية نوعا ما خلال الفترة الماضية، سببت الدفء كذلك الحال غير المعتاد، كذلك الحال الجفاف ونقص الأمطار في القارة الأوروبية. تستمر كتل هوائية باردة بالدوران حول هذا المرتفع. آخر هذه الكتل متوقع أن يصل المملكة مع ساعات نهار الغد عبر جزيرة قبرص والجزر اليونانية وتركيا. سيتمركز هذا المنخفض الجوي مع ساعات عصر الغد فوق جزيرة الجنوب من جزيرة قبرص، ويتحرك ثم نحو الأراضي اللبنانية والسورية مع ساعات ليل الثلاثاء الأربعاء. مترافق هذا المنخفض الجوي من الدرجة الثانية بجبهة هوائية باردة عالية الفعالية متوقع أن تسيطر على أجزاء غرب سوريا ولبنان بقوة كبيرة، تصل في تأثيرات هذه الجبهة كذلك الحال إلى شمال ووسط المملكة وشمال ووسط دولة فلسطين. لكن الفعالية الكبرى المرافقة لهذا المنخفض الجوي هي فوق الأراضي السورية واللبنانية. مثلا لو كانت المملكة فوق الأراضي السورية واللبنانية ربما سيتبع هذا المنخفض الدرجة الثالثة أو الرابعة لو كان في تلك المناطق، لكن المملكة على الجنوب من هذا النظام الجوي، وكتأثيرات مجملة على المنطقة الجنوبية والشرقية هي أضعف من المنخفض الجوي الماضي. لذلك سيصنف هذا المنخفض أو صنف كقرار من المتنبئين الجويين بأنه من الدرجة الثانية، لكنه يشمل تأثيرات ملحوظة على المنطقة الشمالية والوسطى والعاصمة عمان تتمثل بهطول أمطار غزيرة مرفقة بالعواصف.
العواصف الرعدية، كذلك الحال زخات البرد فور عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة مع ساعات عصر يوم غد الثلاثاء ومتبوعة بهواء بارد بشكل لافت مقارنة بالمعتاد وبالفترة الماضية وحتى بالمنخفض الجوي الماضي. نستعرض معكم الآن درجات الحارة في طبقات الجو العالية المرافقة لهذه الكتلة الهوائية الباردة. لاحظوا معي توقعات بمسير هذه البرودة الكبيرة في الأجواء من الأراضي التركية واليونانية مباشرة نحو جزيرة قبرص. تتكدس هذه البرودة بشكل كبير فوق الأراضي السورية واللبنانية وبشكل أقل فوق المملكة، وبالتالي كما تحدثنا لو كانت المملكة شمالا في هذه المناطق سيكون تصنيف المنخفض أعلى من الدرجة الثانية صوب الثالثة والرابعة، لأن الفعالية الجوية ستكون غزيرة مستمرة لساعات طويلة. كذلك الحال جميع مناطق المملكة ستتأثر، لكن المملكة واقع على جنوب من هذا النظام الجوي وستتأثر به بشكل رئيسي مع ساعات عصر ومساء الثلاثاء وليل الثلاثاء الأربعاء، خلافا للبنان وسوريا ستستمر بتأثر بهذا المنخفض الجوي طوال الثلاث أيام القادمة. لذلك في هذا المنخفض بالدرجة الثانية من الدرجة الثانية الاعتيادية على المملكة. أيضا نظرا لتأثر المنطقتين الشمالية ووسطى بشكل أساسي بهذا المنخفض وضعف تأثيره على جنوب وشرق المملكة بمقارنة بالحالة الجوية الماضية، لذلك صنف على أنه من الدرجة الثانية. لاحظوا معي هذا الهواء البارد كيف يتكدس ويستمر بالتكدس فوق الأراضي اللبنانية والسورية خلال اليومين أو ثلاث أيام القادمة، والمملكة واقعة على جنوب هذا النظام الجوي، لكنه مستمر بالتأثير على المنطقة ككل حتى يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى. توقعات نظام محاكاة الأمطار الخاص بنا هنا في طقس العرب، نلاحظ معكم عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة مع ساعات ساعات العصر والمساء في حين تبدأ معنا فرص الأمطار مع ساعات ظهيرة الغد فوق العيد المناطق. لاحظوا معي هذه الجبهة الهوائية الباردة تسيطر على أجواء شمال ووسط المملكة، كذلك حال مرتفعات الكرك وبشكل أقل مرتفعات الطفيلة، جالبة أجواء باردة غائمة أمطار غزيرة بمشيئة الله تعالى مرفقة أيضا بالرعد والبرد بحول الله. نلاحظ معكم أقصى المنطقة الجنوبية جبال الشراء أيضا العقبة محافظة معان وشرق المملكة بعيدا نسبيا عن تأثيرات هذا المنخفض الجوي مقارنة بالمنخفض الجوي العاصف الماضي. نلاحظ معكم مع تقدم ساعات ليلة الغد استمرار تأثر المملكة بالتحديد شمال وسط المملكة أيضا شمال وسط فلسطين بهذا المنخفض الجوي، استمرار هطول الأمطار الغزيرة على فترات حتى ساعات ليلة الثلاثاء الأربعاء. كذلك الحال نلاحظ معكم الهطول الأمطار الغزيرة جدا فوق الأراضي اللبنانية والسورية بشكل متواصل وكبير من عمر هذا المنخفض. لاحظوا معي تصل هذه الأمطار الغزيرة جدا بشكل مستمر ومتواصل إلى شمال من دولة فلسطين أو الأراضي الفلسطينية المحتلة في هذه المناطق، لكن يستمر تأثر المملكة تحديدا شمالها ووسطها بهذا المنخفض الجوي حتى ساعات ليل الثلاثاء الأربعاء. مع ساعات الأربعاء فجر وصباح الأربعاء تضعف الفعالية الجوية فوق المملكة، لكن تستمر الأمطار بالهطول على شكل زخات ما بين الخفيفة إلى المتوسطة في حين يستمر تأثر الأراضي السورية واللبنانية كما تحدثنا بهذا المنخفض الجوي بقوة. مع ساعات نهار الأربعاء لا تزال الفرصة واردة أيضا لهطول الأمطار ولو أنها تضعف بشكل كبير مقارنة مع ساعات عصر ومساء الثلاثاء وليل الثلاثاء الأربعاء بمشيئة الله تعالى. الأمر الهام المرافق لهذا المنخفض الجوي، لاحظوا مع الارتفاع الكبير في الحارة في مقدمة هذا المنخفض الجوي إلى الشمال من الأراضي السعودية في حين على النقيض تماما، نلاحظ معكم هواء بارد جدا مترافق بهذا المنخفض بطبقات الجو المنخفضة. لاحظوا معي هذه الدرجات أو الألوان الزرقاء تدل على الانخفاض الكبير في الحارة في طبقات الجو المنخفضة وليست العالية، بالتالي هذا الهواء البارد سيشق طريقه نحو المملكة مع ساعات ليل الثلاثاء الأربعاء، وبالتالي برودة كبيرة وغير معتادة نسبة لهذا الوقت العام متوقع ليل الثلاثاء الأربعاء بالتزامن مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة بالذات في شمال ووسط المملكة. هنا نلاحظ مع هذا الهواء البارد في طبقات الجو المنخفضة أنه يغطي كامل مناطق المملكة، وبالتالي في حال تواجدت بعض الهطولات المطرية ولو أن الاحتمال ضعيف ولو أن هذه الكميات هي كميات بسيطة ستكون هذه الأمطار على هيئة ثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية في جبال الشراء التي تزيد ارتفاعا عن 1500 متر، لكن كما تحدثت فرص الأمطار محدودة أو ضعيفة فوق مناطق جنوب المملكة وهي متركزة أكثر في شمال وسط المملكة، لكن نظرا لتواجد هذه البرودة الكبيرة واحتمالية ضعيفة لهذه الأمطار أن تصل إلى سلسلة جبال الشراء لا يستبعد أن تكون الهطولات المطرية على هيئة ثلوج خفيفة غير مؤثرة، ثلوج ذائبة أو أمطار متجمدة في هذه المناطق المرتفعة من الطفيلة على سبيل المثال، لكن هذا الهواء البارد مستمر بالتأثير على المملكة حتى ساعات صباح الأربعاء
وبالتالي برودة كبيرة لافتة على الأجواء متوقعة بمشيئة الله تعالى. نلاحظ معكم من خرائط هبات سرعة الرياح خلال هذا النظام الجوي نشاط لافت وكبير للرياح مع ساعات ليل الثلاثاء الأربعاء وساعات العصر والمساء مع عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة. لاحظوا معي هذه الألوان الداكنة في عموم مناطق المملكة تدل على وجود هبات رياح نشطة تقترب من حاجز 80 كيلومتر في الساعة، لكنها ليست كما كان في المنخفض الجوي الماضي، وبالتالي لا تأثيرات جسيمة متوقعة على الحياة في الأردن نتيجة هذه الرياح. هي رياح نشطة معتادة ضمن تأثير المنخفضات الجوية الاعتيادية ذات الدرجة الثانية أو حتى الثالثة في المملكة. إذا لاحظ معكم هذه الرياح نشطة مستمرة مع ساعات مساء الغد، تتركز مع ساعات ليل الثلاثاء الأربعاء فوق جبال الشراء بشكل كبير مع استمرار نشاطها في باقي مناطق المملكة. هذا نشاط في الرياح مستمر يوم الأربعاء في عموم مناطق المملكة بشكل واضح وكبير، كذلك حال إثارة متوقعة للغبار والأتربة في ظل ابتعاد الفعالية الجوية الممطرة عن المملكة يوم الأربعاء نحو الأراضي السورية والمملكة. تكون المملكة يوم الأربعاء واقعة تحت تأثير تيارات غربية نشطة مرافقة لهذا المنخفض الجوي وفرص لهطول بعض الزخات المطرية. الحديث هنا عن يوم الأربعاء حيث تضعف الفعالية الجوية بمشيئة الله تعالى. نلاحظ معكم من توقعات الثلاث أيام القادمة أمطار غزيرة وعواصف رعدية وبرد منتظرة مع ساعات عصر ومساء يوم غدا الثلاثاء مع عبور الجبهة الهوائية الباردة الفعالة التابعة لهذا النظام الجوي. أيضا رياح قوية متوقعة ليل الثلاثاء الأربعاء وانخفاض الحرارة في عمان إلى 5 درجات مئوية فقط، أقل من ذلك في المرتفعات الجبلية العالية في المملكة، تصل الصفر المئوي في جبال الشراء بمشيئة الله تعالى. يوم الأربعاء ضعف بالفعالية الجوية، رياح نشطة إلى قوية تسرع تهب على المملكة أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لهطول بعض الزخات الخفيفة إلى المتوسطة من الأمطار مع ساعات نهار الأربعاء. ليل الأربعاء تستمر الرياح نشطة بالهبوب. يوم الخميس يتوقع ازدياد فرص هطول الأمطار مقارنة بالأربعاء نتيجة استمرار تواجد النظام الجوي في المملكة والمنطقة ككل حتى يوم السبت القادم بمشيئة الله. كان كل ذلك حتى اللحظة، إلى اللقاء.